السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ولاد؟ رجعنا لكم اليوم فيديو جديد. الفيديو هذا جمعة الخير جايبين لكم تجميعة بقيمة 4000 ريال، تجميع رهيبة. تجميع شغلك جميع الألعاب، برضو تجميع شامل الشحن، شامل الكيس، شامل الكيبورد، شامل المونيتور. انت فقط عليك انك تجمع الجهاز وتلعب. طبعا تدفع 4000 هذه ولا راح تدفع اي شيء ثاني باذن الله تعالى. فما بيطول عليكم اكثر من كذا، وقبل ما اخليكم مع الفيديو والتجميعه، يا جماعه الخير ما بقى شيء نوصل 3000 مشترك. الله الله، بقى اقل من 120 مشترك او 125 مشترك. فما بيطول عليكم اكثر من كذا، يعطيكم الف عافيه على الدعم، واخليكم مع الفيديو. طيب يا جماعة الخير، أول شيء نبدأ عندنا اللي هو كرت الشاشة. كرت الشاشة من جيجا بايت اللي هو جي تي اكس 1060 3 جيجا. طبعا الفيرام حق الكرت سواء 3 جيجا أو 6 جيجا ما في فرق ترى أدائه في الأداء، يعني بشكل فرق يمكن 3 إلى 10 اف بي اس أو 10 فريمات كحد أقصى يعني. فالكرت قيمته جدا حلو على الآن على نيو إيك 750 شامل الشحن، فقيمته أعتبر ممتازة، عشان كذا أعتقد إنه كرت ممتاز. وحاليا أنا أستخدم نفس الكرت هذا، جدا 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 رائع وكافي صراحة. إلى الآن له 3 سنوات تقريبا عندي، مكفي وموفي زي ما يقولون. طيب الجيل اللي بعده عندنا اللي هو الانتل i5 8400. طبعا فيها الجيل التاسع لكن الى الان ما نزلت 9400، فناخذ 8400. طبعا قيمه المعالج 825. طبعا المعالج قوي جدا يعني ما شاء الله، يعني ما يحتاج يعني من ناحيه حتى المونتاج ترى يعني راح يمشيك اللي يبي مونتاج، امور يعني مش سيئه ماشيه يعني، وقيمته حتى حلوه يعني 825 جدا حلوه. ونجي الشيء اللي بعده عندنا اللي هو من MSI عندنا الزد 370 اي برو. طبعا هذه تقريبا ارخص مذر بورد موجوده من فئه الزد. طبعا الاي برو غير قابله لكسر السرعه المذر بورد، يعني ما راح تقدر تطور تجميعها هذا على المذر بورد هذا، لازم تغيره بعدين يعني بعد كم سنه. لكن حاليا يعتبر المذر بورد جدا جدا قوي، يعني مواصفاته جدا حلوه. انا شفت مواصفاته قبل شوي جدا عجبتني صراحه، يعني يدعم الجيل الثامن من معالجات انتل، برضو يدعم الرامات دي ار 4 سرعه 4000 64 جيجا، في الدول شانل سبورتس، يعني في اشياء حلوه جدا حلوه. حتى برضو اعتقد انه يدعم الام دوت 2، في مدخل ام دوت 2 برضو. فكل اشياء تبيها موجوده للمذر بورد تحصل بالمذر بورد هذا، وقيمته 400 ريال الا 7 ريال او 8 ريال. جدا حلو قيمته، ومعروفه بعد ام اس اي على اسوس في المذر بورد خذ ولد. نجي الشيء اللي بعده عندنا اللي هو الرامات. الرامات عندنا اللي هي التي فورس من شركه تيم جروب. طبعا قيمتها 16 جيجا وسرعتها 3000، وسعرها جدا حلو ب 412. 16 جيجا جدا حلو، طبعا فيها انوار ار جي بي شكلها جدا خرافي صراحه، يعني لو تشوفون مقاطع لها اكتبها التي فورس، شوف المقاطع لها صراحه كمان ناحيه شكل تعطي جماليه للجهاز بشكل يا رجل يعني رهيبه صراحه. قيمتها جدا 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 حلوه. الرامات والهاردسكات الان سعرها رخيص، فاللي يبغى يشتري رامات وهاردسك يستغل الفرصه. ونجي اللي بعده عندنا هنا اللي هو الاس اس دي 240، او تبي تحط 480 على حسب اللي يعجبك. اللي هو 240 تحط عليها النظام الويندوز وكذا يطلع عندك صاروخ الجهاز. قيمته ب 125 ريال شامل الشحن، سعر جدا جدا حلو صراحه، حتى تقييمه جدا ممتاز. جدا ممتاز صراحة يعني لا اله الا الله الاس اس دي هذا، جدا قيمته ممتازة. او تبغى الكينغستن زود مبلغ بسيط، تاخذ كينغستن لو تبغى كينغستن، لكن انا افضل الاس بي لانه سعره بسيط يعني. ونجي اللي بعده اللي هو التخزين عندنا اللي هو اللي هو دبليو دي بلوت اللي هو 1 تيرا، اللي هو هارد درايف عادي، الهارد ديسك درايف عادي. هذا تخزن عليه اشياء العابك واشياء هذه تخليها عليه، ما يحتاج تطلع الاس اس دي، لان الاس اس دي بيصير يعني خلوا للنظام النظام عشان الجهاز يفتح عندك بسبع ثواني الى ثمان ثواني وفاتح الجهاز عندك. طيب نجي عندنا هنا عندنا الباور سبلاي اللي هو من شركه كوجر، 500 واط كافيه ان شاء الله. وسعره جدا حلو 178. طبعا هذا برونز اديشن لكن ما علينا. 500 واط اعتقد انه جدا مش بطاله. طبعا فيها تذكرت في كورسير
نفس تقريبا نفس القيمة 600 واط لكن أغلى يمكن بعشرين ريال أو شيء، فشيء راجع لك أنا كنا نختار كوغر لأن سعره جدا حلو صراحة يعني خاصة النسخة ذي 178 شامل الشحن. فنجي الشيء اللي بعده عندنا هنا، هنا عندنا الكيس، الكيس من قيمته طبعا 172، في مروحة RGB خلفية وفي مروحتين أمامية، ميد تاور طبعا، افضل كيسات انك تاخذ ميد تاور لان ما يكون حجمه كبير زي الفول تاور ولا تكون زي المايكرو او الميني تصير مزعجة شوي. فالميد تاور هذا نوع المذر بورد اللي تركب عليها، يعني عندك اشكال وانواع. طبعا ليش اخذت الكيس هذا؟ اول شيء قيمته حلو 172 حلو. الشيء الثاني في RGB المروحه هذه احمر حلوين برضو، انه تمبرد جلاس اللي هو الغطاء هذا جلاس يطلع شكل الجهاز جدا حلو، وبرضو فيه اشياء حلوة مواصفاته مش بطالة صراحة. فيه مداخل مدخلين USB زي ما تشوفون، مدخل سماعة مدخل ميكروفون جاهزة على طول. قيمة 172 شاملة الشحن، ترى برضو شاملة الشحن يعني 173 ريال تدفع بس. وهنا نجي عندنا اللي هي المونيتور او الشاشة اللي هي من شركة ديل، تقريبا 24 انش او تقدر تقول 23.6 اللي يعجبك، LCD السرعة حقتها اللي هي 2 ملي سكند تعتبر جدا ممتازة، واعتقد انها 60 فريم اي 60 ميجا هرتز فريم فول HD. قيمتها 560 سواء انت بتاخذ ديل او تاخذ بينكيو، الان في عروض على شاشة بينكيو على بشكل عام في المواقع على اخر السنة بالقيم هذه يعني، ونفس السعر هذا، لكن تفضل ديل او بينكيو اللي يعجبك. انا عندي والله شاشات بينكيو ومرتاح معها. ونجي عندنا هنا اللي هو الماوس والكيبورد، قيمتها ب 75 طبعا ماوس وكيبورد جميع. طبعا هذا ماوس وكيبورد زي ما يقولون صيني، لكن حلو كبداية انك يعني تبدا عليه، واذا صار معك ميزانية تطوره اكثر. يعني في انواع RGB يعني شكله حلو يعني مرتب شوي، وتقييمه في 5 قيمة يعطيه 3 نجوم. اذا انت بتشوف التقييمات او بتشتري غيرهم اللي يعجبك، موجود الكيبورد والماوس يعني الى ما تأذن موجود يعني بكل انواع، سواء هنا سواء على امازون سواء على علي اكسبرس سواء محلي، الاقيام حقتها قريب البعض، اللي خذ اللي يعجبك انت يعني زي ما يقولون. طبعا التجميع هذه بكام؟ كلها كاملة طبعا، هذا التجميع قيمتها يا جماعة الخير هذه كاملة حلوين شاملة الشحن وكل حاجة 3917. احنا نقول قيمتها 4000، ليش 4000؟ لان مزود 100 ريال حقة الويندوز الاصلي. اذا انت تركب والله وبركب ويندوز اللي هو المكرك، ومع اني ما انصح فيه لكن اللي بركب مثلا ويندوز مكرك 20 ريال 10 ريال، فتطلع لك 3900. هذا قيمة التجميع يا جماعة الخير، أتمنى يعجبتكم التجميع. وإذا أنت لك أي تعديل أو أي كلام بخصوص الشيء هذا يا ريت تكتب لي تحت في الكومنت، يعني تشاركنا رأيك في التجميع هذه هي عجبتك ولا لا. فما بيطول عليكم أكثر من كذا يا جماعة الخير، كان معكم باسم من قناة يسوكا، يعطيكم ألف عافية على الدعم، السلام عليكم.